للتعليق بشأن هذا الموضوع مشاهدينا. معنا هاتفيا من اسطنبول السيد بشار شلبي نائب الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين. مرحبا بك. إذا عقد اليوم الائتلاف العالمي لنصرة فلسطين، عقد مؤتمر رواد بيت المقدس الذي يستمر 3 أيام، لو تحدثنا أكثر عن الجديد في هذه الدورة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللجمهور الكريم. حياك الله. وتحياتي إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد المصابر، وإلى شعوب الأمة، هذه الشعوب الحية رغم كل ما يصيبها، وإلى أحرار العالم الذين انتفضوا في عدة مواقع ومواقف ليقولوا للعدوان الصهيوني وللاحتلال الإسرائيلي لا، رغم هذه العنصرية وهذا الدعم الأمريكية ومن الإدارة الأمريكية. دورة انعقاد المؤتمر العاشرة تأتي في ظل ظروف متناقضة، فهناك من جانب زيادة وطأة الموقف الصهيوني والموقف الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، فيما ذهب الطرفان إلى تسميته صفقة القرن، والتي تتضمن شطب الحقوق الفلسطينية وإنهاء كافة متعلقات هذه القضية الفلسطينية، ما يتعلق باللاجئين وما يتعلق بالأرض والعودة وما يتعلق بالسيادة وإقامة الدولة، والأهم أيضا على أرض الواقع ما يتعلق بالقدس التي قرر ترامب اعتبارها أو نقل السفارة لها واعتبارها عاصمة لدولة الكاليفورنية. في المقابل تشهد هذه الفترة المسيرات التي شكلت انعطافة في الموقف الفلسطيني الشعبي وفي الدعم العالمي العربي والإسلامي والعالمي إلى هذه المسيرات، التي تأخذ بعدا سلميا ويرد عليها جيش الاحتلال بفظاعة. فاليوم قتل من هؤلاء أبناء قطاع غزة الذين يتوقون العودة إلى ديارهم ودنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948، قاتل منهم 6 من الشهداء. طيب هذه الظروف سب إشار، يعني عفوا مقاطعة، مؤتمر هذا العام يهدف إلى نصرة فلسطين قضية وشعبا ومقاومة الاحتلال ومقاومة التطبيع، ما الذي دفعكم لاختيار هذه الأهداف؟ لأنه المرحلة كما أنا أسلف فيها الجانب الذي يمثل المخاطر والتحديات، وهذه المخاطر والتحديات في ظل صفقة القرن تريد أن تفرض على المنطقة وتفرض على الأمة وجود دولة الاحتلال باعتبارها جزءا من منظومة منتجمة هكذا يدعون، وبالتالي تجري عمليات التطبيع بأشكالها المختلفة وعمليات محاولة فرض هذا الكيان على المنطقة وعلى شعوبها، وبالتالي هذا واحد من التحديات المهمة بالإضافة إلى ما أسلفت فيما يتعلق بقضية اللاجئين وشطب الأمور والقدس. فهذه العناوين مرتبطة بالتحديات القائمة والمستجدة. وفي الجانب الآخر فإن هناك صمود وبطولة من الشعب الفلسطيني في القدس، عبر عنه في هبة باب الأسباط عندما انتفض المقادسة ضد الكاميرات التي أراد العدو الصهيوني أن يعتبرها مدخلا إلى سيادة من نوع جديد على المسجد الأقصى، وكذلك مسيرات العودة التي شكلت تحولا كما أسلف قبل قليل في نضال الشعب الفلسطيني ضد العدوان وضد الاحتلال وفي كشف مدى جرم أو إجرام هذا العدو تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه كاملة. أشكرك من اسطنبول نائب الأمين العام لنصرة الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين السيد بشار شلبي.